كانوا ضحايا لدونالد ترامب. زي ما احنا عارفين دونالد ترامب من المهاجمين بشدة للمسلمين في الولايات المتحدة. بيقول ياسر أيوب أنه الرئيس أوباما وقف الأسبوع الماضي ليبدي إعجابه واحترامه للمسلمين الأمريكان الذين أصبحوا من نجوم الرياضة الأمريكية الكبار، ولم يتردد ترامب في استغلال هذه الفرصة للسخرية من أوباما. من هؤلاء الرياضيين المسلمين الذين تحدث عنهم الرئيس أوباما، ومن المسلمين كلهم الذين يريد ترامب طردهم من الولايات المتحدة وعدم السماح لهم جميعا بدخولها مرة أخرى. ولم يقبل أنصار وعشاق هؤلاء الرياضيين هذه الإهانة غير المفهومة وغير المبرر. الخبر أو المقال اللي بعد كده هو من جريدة الأهرام، مقال عن موضوع بقى نادر نحن نقرأ عنه في الصحافة المصرية، حد يتكلم عنه، هو الشؤون الإفريقية.